وللمزيد من التحليل انضم الينا في الاستوديو رائد الخيس، قسم الابحاث في اكويتي جروب. اهلا بك استاذ اهلا وسهلا رائد. بكم. رد فعل سلبي للاسواق اليوم تجاه خفض الفائده الصينيه، كيف قرات ذلك؟ يعني اعتقد خفض الفائده الصينيه اليوم اللي كان بحوالي 15 نقطه اساس من 2.65 الى 2.5 هو بنتيجه انه هناك ضعف كان واضح في الاقتصاد الصيني، وحتى الان هناك اثر سلبي للفتره التي كانت في خلال كوفيد 19 على الاقتصاد الصيني. شفنا اخر القراءات اللي صدرت سواء كان الاندستريال برودكشن او الانتاج الصناعي او ايضا كذلك مبيعات التجزئه، كلاهما جاء بنمو اقل من التوقعات. حتى بالنسبة لمبيعات التجزئة جاءت بقراءة أقل من التوقع وأقل من القراءة السابقة كذلك الأمر، بالتالي هذا يعطينا إشارات سلبية إلى أنه أكبر مستورد للنفط وأكبر وثاني أكبر اقتصاد في العالم ضعيف نسبيا ويحتاج إلى تحفيز كبير. وخلال بداية الأسبوع كنا عم نتحدث عن أيضا أزمة في القطاع العقاري في الاقتصاد الصيني، بالتالي كل هذه الأمور السلبية تضغط على الاقتصاد الصيني للمزيد من الحلول في السياسة النقدية، بالتالي أسعار الفائدة المنخفضة أعتقد سوف تكون حل وسوف تكون مستمرة بشكل أكبر لتحفيز الاقتصاد. والأثر السلبي أنه تراجع في أسواق الأسهم إجمالا بنتيجة الضعف الذي نشهده في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. أيضا ذكرت أن هذا التراجع أيضا أثر على أسعار النفط، برأيك هل من الممكن أن يتمسك النفط بمستويات 85% في ظل هذه الظروف؟ 85 دولار للبرميل أعتقد نحن الآن ونحن نتحدث في محاولة لكسر هذه المستويات والانخفاض بشكل أكبر، والسبب في ذلك يعود إلى البيانات الصينية السلبية التي شهدناها في الأسبوع الماضي والقرار الذي تم اتخاذه من قبل بنك الشعب الصيني بتقليص أسعار الفائدة، بالتالي التمسك بمستويات أدنى مرتبط أكثر بأنه يكون في عندي تحسن. نعم. بالطلب حتى الآن غير موجود. نعم، على ذكر مستويات الفائدة، جولدمان ساكس يرى أن خفض الفائدة لن يبدأ قبل منتصف العام 2024، برأيك ما السيناريو المتوقع؟ يعني أعتقد جولدمان ساكس يرى بأنه الفيدرالي مقدم على رفعة جديدة بأسعار الفائدة في شهر سبتمبر، خصوصا بعد ما جاءت قراءة التضخم أعلى من القراءة السابقة 3.2%، التضخم لا يزال بعيد عن المستهدفات، وكذلك الأمر ننتظر ريتيل سيلز أو مبيعات التجزئة. في الأسبوع الماضي بختامه كان عندنا مؤشر أسعار المنتجين يظهر أيضا ارتفاع، بالتالي التضخم لا يزال عائق أمام الفيدرالي، لم يصل إلى المستهدفات، مزيد من رفعات أسعار الفائدة وارد، وبالتالي موعدنا في شهر سبتمبر مع رفعة في أسعار الفائدة. إذا كان هناك رفعة لأسعار الفائدة واحتماليتها بدأت ترتفع، أعتقد التوجه نحو تقليص بأسعار الفائدة يجب أن يكون بعيد نسبيا حتى يعطي مجال للتضخم للوصول للمستهدفات قبل أن يكون هناك أي أثر سلبي على الاقتصاد يستدعي تقليصات في أسعار الفائدة. حتى الآن أداء الاقتصاد لا يزال جيد في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يحتاج إلى تحفيز نقدي أو تقليصات في أسعار الفائدة، بالتالي ممكن أن يكون مصيب نوعا ما جولدمان ساكس في توقعاته هذه المرة بأنه توقعات تقليصات أسعار الفائدة قد تمتد أو قد تكون بعيدة نسبيا حتى من العام القادم. نعم. لأنه نحن عم نشهد يعني أداء إيجابي في الاقتصاد. نعم، يعني الشهر القادم برأيك سيرفع الفدرالي الفائدة ب 25 أو 50 نقطة أساس؟ أعتقد 25 نقطة أساس واردة جدا، تحدث بها بعض أفراد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي كلجنته المفتوحة، التصريحات تصب بشكل مباشر إلى أن الاقتصاد يستوعب إمكانية رفع أسعار فائدة بشكل أكبر حتى يصل التضخم إلى المستهدفات عند 2%، بالتالي موعدنا في شهر سبتمبر احتمالية رفع أسعار الفائدة أعتقد سترتفع أكثر من 50% مع بداية الشهر القادم. نعم، السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا رنا.